حياك يا قلب من قلب اول قلب، بين اطلبك انت والله انا قلب من انت اول وانا قلب اطلبك ما برضاش يمسك. فوق عيني فوق راسي، والله ما بالله كنت بين ركض الجاهل. انا زارد احيانا للحج التعبه بين عشيهم، انا ما نفعل ما بش معناها زلط نشيل من السوق. انا في ذلك، انا ان شاء الله تبارك الله طيات ثود ويسام. انت تاري قلت لك شباب من تامر حسني غير ما قلت لك. قلتك المرتاح حسني، المرتاح حسني يا صديقي غير بالعذر يا صديقي فلا تر لا تصدق. والله العظيم لو تبصرني على حقيقتي، وان انا ساعدت ام حكى الحديده، صرت في جيت ام حكى الحديده. والله اني اتوحمت امي على منظم حق بغاس، ما قصدكم لنا شخصيه، حرام ان ابن نخرس على الموقف حق الزلابيه. وغير مشي حالك السوق تاعك. والله لك ما قد شاء معك الله ما شاء مسمار الله. راخي في رقبتك قدك لا بتبث هكذا مالك. طيب ايام مسمار، نعم ايام مسمار، ايام مسمار ومطبخ وحمام ب 70,000. لا تضحكش قوي، لا تضحكش قوي، لك فك بيبان، بتبان الكلالة عندي. انت يا مرتاح قدرت من أزرق الفك كبير، عبيت تنيك ورحت الحمام. حرام لك عوزة واحد انك تشي غير 2000 دولار غير مفاقد، بس في زارع خبلة تقلات ولا سقات وعواكس وانك على قمري، ما قصدك ما هو. حبايب قلبي انا بدا مالك، بس ان هذا ساعة مرحلين حق السعودية، مالك ايه مالك يا مفتاح. يا مفتاح يا حبيبي الله يريحك، الله يوفقك ويدي رزقك ساعة المطر، حلم لك تلب لك ام في البث هذاك، تلب لك ام وادعي لك سي ويدي رزقك الله ساعة المطر سي. انا في دار الضحكة، انا في دار الضحكة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، لقد الله طلع. كبسوا الله يا يا شباب، صديقي احمد شيروا يا شباب شباب ضيفوا حسام حبيبي. هذا صديقنا احمد حجر وشيروا البث قولوا لهم الانسان الجميل انا صاحب في دارك يا الروح مرتاح، المرحب موجود معنا في القسط. الله يحفظك. بسرت الفنيله حكي ساعة الحلبة، ساعة الحلبة ما قص هذه العودي بس قبل ما، ايوه ايوه قبل ما البسها بين اخضبها، اخضبها وكذا وكذا. ما اخلص سله لا مقله، اخلص الفنيله هذا لا مقله، واخلي الجهال يسلتوه ما يفعلوا. انت يا مرتاح أسلم. كما ما بش معي انا صاع، كما ما بش معي انا صاع، والله انا ازبج على الجهال، ازبج على المريه، ولو حين قلت ما نفعل. ولا ادمره وازبج، ادمره وازبج، ما شاء الله عليك يا مرتاح، ما شاء الله. انا في ذلك، انا في ذلك، كبسوا وشيروا وزيدوا. ايوه الله يرحمه، ايوه بغير كرمه يا مرتاح، احنا في بث الله يقول والديك، ما يا ما مرتاح. بين تكرمه مش من خارج اتخرج المخ، حرام لا تخرج المخ. هو ما عم كاتبين المخ افسرك هو بالتخرج، المخ ما طلع اتخرج معك المخ اتخرج. انت في عقلك تطلع مع احمد حجار، انت قال ان لا يعني محبتنا على الرياء ابدا. او شم رجلي شوعه او شمي لبن. في ذلك يا مرتاح، انا في لا ذلك لا انا قصدي ما قصدي شاء ان الله انا مش عليك. هيطلع معك لانك بتسرق. ايوه انا بنسرع، اي أيوة والله عاد ارجع اتقلب فيك، انت تاني كنت طلع معي ومغمض، طلع معي ومغمض، ايوه انت تاني كنت طلع معي واطرحك في الشنطه ساعه العود. يا مرتاح يا صديقي مالك بتسأل؟ أذنك قبلي ما هو مالك بتسأل؟ ما شاء الله يا مرتاح، والله وشك ما شاء الله قد وهذا، باقي غير ارفع فوق راسك عودي وانك بيباري، ما شاء الله تبارك الله. اي نور قلبك يا مرتاح،
ويدك على المدار. يلا يا مرتاح حبيب قلبي يا حبيبي. يلا اثنين 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 اثنين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب قلبي يا مرتاح. الله يسعد دينك. والله يا احمد اننا من الناس الذي اتتوق لهذه اللحظه اننا اكون متواجد معك في لايف ممتع يا رجال. حرم بالله انك رائع بما تحني القلب. ما دام وصلت الى قلوب الناس والناس بيحبوك والناس بيتكلموا عليك في المجالس اقسم بالله انك رائع بما تحني القلب. انت مرزوق. انت بينك سر مع ارحم الراحمين يعلم الله ما هو. فلذلك انت قبل من الله وغلعت فيك تتمرى. يا اخي هتشعنا بحضرك. يا مرتاح احنا مالك بتخرج من الكيمة انها بتدراج او اجنب بتدراج انفاسك انفاسك. يا الله اسكت. خرج اتمخض وارجع. خرج اتمخض. مالك يا مالك يا عم لا لا انا بضحك اضحك وراسي يوجعني والله. اي والله اضحك اضحك وراسي يوجعني. يمكن في راسك اثنين زراجي بساعة الرنج. سلامة راسك يا حبيب قلبي. سلام. لا احنا نغير راسك ونفعل راس بلفو بس بسم الله كادر بلفو وقت البث كنا قلعين. ولا وقت البث كنا بعد راسك وتروح قبالك ساعة المكسر بين حالنا. ما بتخرج بتخرج من الكاميرا عم بتخرج اجنب انفاسك ومعه. انت الوحيد اللي مرتاح. سلامة سلامة يا حبيبي. يا اخي قوم اغسل رجلك من اليوم من الشم. لا لا ما انا في ذا القلب يا مرتاح. الله هذا سلامات هذا سلامات. ناقص الكلام ما يجي الكلام. يا 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 كتلقيني واحد احول كتلقيني واحد احول في الحارب الفليله هذه تمام. ولحق بعدي لحق بعدي بيك حصني قصده ان انا حبحبه تمام. قد يدفع لي كذا تعال حبحبه في ذا مني. حياك يا مرتاح. حياك. انا افضل الضحكه هذه. انا افضل الضحكه هذه يا مرتاح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا مرتاح الله كيف معك يا هاي يا مرتاح؟ لا والله ان شاء الله في قادم الايام باذن الله ان شاء الله. اتي الله مالك بتعرق بتسلي تمام. ما بتفرج المقلات اول. يا نبا عادي طعاب عايز اديك بيبا اسكب مراك اسكب طعاب ما فعال. يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا عاد معي فني الثاني مول كلها كمل فادي الفني والله ما تقوم من عندي الا وقتك شابع قلتني الله. يكمل البث واعطرك ودي لك بلاغي ساعه المطعم وفاينا. ما شاء الله ما شاء الله حبيب قلبي يا حبيب قلبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا شباب. شيروا شيروا يا شباب شيروا شيروا الرجال الشيء سلت ندول انا حقك دم نشيل سلف الله يرحمه. ايوه شيء رجع 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 انا الاستاذ احمد ما يخرج من عندنا الا برقم طيب. الله يحفظك. الله يبارك حبيب قلبي. انا افضل والله انك بتحرجني يا مرتاح. الله يدي رزقك على المضر. الله يجعلك المرتاح. والله يا احمد الله يجعلك المرتاح بالضراء. والله يا احمد حجر والله انك من الشخصيات الذي نتمنى انهم يعني يكونوا يصنعوا محتوى في بثوثات ولايفات مباشره. الناس ضايقه ان شاء الله باذن الله البارك تبحث في السوشيال ميديا عن الابتسامه. انا خلاص وصاحب الروح المرحه. انا السياسه خلاص يا مرتاح. انا ضبحت من السياسه ما عاد شيء سياسي خلاص. والله العظيم اش يضحك اش يرتاح الضبوح تعبت نشي بضحك ونرتاح ونرسم الابتسامه في وجوه الناس. انت تاري ان غالبيه الذين يضحكوا والذي بيسمجوا هم الذي
يعني زي ما عند تقول معاهم مشاكل ومعاهم هموم ومعاهم غير الناس ما تفهموش ما تفهموش يا صباح ربي الخير. نظهر والفل. ايوه ايوه سلام 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 بيك سوني عادنا الشي زنه. يلا نفتح يلا نفتح يا حياتي يا حياتي يلا بسم الله. الله يحفظك يا مرتاح يا مرتاح عم بتصير عم بتصير انها بتفت انا مولعي بتفت بتتحدى ساعتها مولعي مولعي انا مولعي ها خلاص افهم لي بعدين انا اطول بس درايك. ايوه انا افهم لي افهم لي ايوه خلاص 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 ايوه من شيء قلبك هنا في قلبك هنا في قلبك ها ايوه قطع علامه صدرك 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 مالك تكون شق شقور لا يكون شرب سيجار يكون شرب لك ليم اخف. والله شل القفص السيجارة وفته واسكب شوية عسل واخفى ساعة التوتة ما حطك كذي ضربة واحدة. يا مرتاح اللفة كبير انت لما تفرز ما بلا تخلى اربع مش دندين اربع تفرز لك والوالدي تكون تفرز لك والوالدي. الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله ينور قلبك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يرزقك بولد ولد سميه احمد سميه احمد وحك السماية عليه لو قال لك كيف ايوه صدقت يعني خلاص قدك عاد لو سمي احمد الدرحي. سمي احمد المحترم. الله يفتح عليك يا قلبي الله يحفظك كبس ويا شباب جاي 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 انتم دارين يا شباب بيت حجر هم ما يخلقوا مثلنا اولاده يوقصوهم وقص ساعة قال لك انا ولد اسمي على نفسي قال لك لما ولدت انا غير خرجت من بطن امي تمام وشلوني فوق القلاب وصاروا يسكبوني في بيت عمي سكبوني من فوق القلاب وجلسوني يوقصوني لي اربع ايام حرام قد كانت جبهه هذه كنت اعكب انها اي شهر. ايوه ايوه زبش 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 اسالك بالله ما زبشت زبش يا مرتاح ما سمعني انا لي الفخر والشرف ان انا يعني زي ما نقول المرتاح جنبي والله كنت تفتح لك فك قوي بحق الله حرام اني بتبن شميل من عندي. بيت حجر بيت حجر بعد معاهم سره يفتحوا لهم بالكمبري ساعة سره. المرتاح الوحيد الذي سرته كفاه ساعة الرمانة. مع أربع زرار مش سر واحدة المرتاح معه أربع زرات ساعة البوتاجاز أربع عيون. وبزار دحين كما قد وجاوا يشرب مو يدفي البيضه. بنت حجر معك بروم في مقابر. ايوه 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 حبيبي يلا حجر معك بروم في مقابر في اساس بيوت خميجه خميجه خميجه. انت لي لما ولدت انا لما ولدت انا فعلوا تحكي خلطه تمام وثاني يوم جاي يرشوني على مد لا تحرك شكز يابس. انت الوحيد انت الوحيد الذي ولد وبك خرجت السبت وما رجعت الا الربوع سمرات ولوي قر قر ابنين غرضوك. طلحن يا بيت حجر بكم الرد منكم؟ المهم بكم الرد منكم؟ قال لك انا لما ولدت خرجوني بنو خارج زعل بلوكي. المرتاح ما خرج من بطن امه
لقيت تفسر ولزع على قمله. بعدها خرج خرج من بطن امه بيحمل كانت لاحظ بس حمضه وصوصري حرم لا قالت لي. وبعدها حلت في كبي ما قد تجي الحبله سري قحصه. احمد حجرك وعلي اجو. ايوه طب يا حط الرجول حط الرجول. ايوه انت يا مرتاح هالمشافر الكبار افعل الهون عند طقطق ساعه سنه. انت اللي قد قسم لفه كبير حب النجاره وربي ارانب. انت الوحيد انت الوحيد الذي خرج من بطن امك وخرجك ابوك بشنبك على الارنب. المرتاح الوحيد الذي ولد خرج من بطن امه وراسه ما له خلف ساعات بطاطا. يا مرتاح ما له دبن فوقك او انت مشفك. ما شاء الله الحما عندكم بالقاهره حما. حماد ما قاهرين. أنا كيف مدري معلم من أول. وبعد أنا لا أضحك طنع عرق أنا. أسلت. أفتن. أكسب من أنك أحلى. ما بلا معك الرسم راوعي. الرسم حق المراوعة. حماد ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أتاري. تابعتك اول بس اول ما بدات انت وعاد عادك ضعيف داخل الامانه انقد بوش كسب بالله انك يعني عرفت الكره هذيك لما دحنا بين الخلب الكره ما دحنا بين الخلب. الله يحفظك يا ابي الله يحفظك من امر قلبك انت علي. يوم العيد هذا خزننا بيت حجر كلنا خزننا بيت حجر كلنا ملانا التيوان دخل موقص هربنا ساعة البلدية. ايوه وبعدها انا مخزن اخي مخزن هنا اخي مخزن هنا وانا مخزن فوقها سرعة ثانية فين انا خلطه فانا غير خلطه. انت تاني لا ما زلت لقيتش عمل لا ما عبش مع احمد حجر عمل من مره اسير فلسطين يكسروني ودراجة موبي قلبني الله قدو اخر عمل زيه. والله ضباح ضباح ما هو الاسم هذا ما هو يبنو حجر ما هو حجر هذا ما هو. انا ادري في كتاب الانباء والله قريت في كتاب الانباء ليش سمونا حجر قالوا كان جتنا كان صامت ما يتحاكاش الا اذا بتاعي يتحاكى هو وقع صامت هادئ رزين واحفاده وقعوا لغاجه اصاء. الله يفتح عليك يا مرتاح الله يفتح عليك انخاس انخاس الله يطير لك ويوفقك. هيا ابتضح ابتضح سواء قد ما وصل الروتي نسلت. ما شاء الله ما شاء الله. سكع سكع. يو 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 انا جلست في القاهره سنه هاي انا درست في القاهره سنه هاي اخراج تلفزيوني ومسرحي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. اما الذي بسلك يا مرتاح من بعيد يقول لك مكبكب معك غير جنبك غير مجمع دكه وقبالك دست بتطلب الله بتعرك. نفر نفر انقبب نفر. ما على هذا اللي اخبرك منه انت عشان السنه واحد ما بلا ثنتين قلطني الله قال يدي حكى حكى شيء والله. يلا تكتب يلا عادك بروحك
سلامات سلامات يا مرتك، سلامات اقسم الله بالله العظيم ان يجزاك. لي من الضحكه هذه يا احمد شله لك وحمل يجي يمكن سنه ها انك سرق آه. اضحك اضحك يا اخي اضحك، ما بح علينا اضحك بيجي موت والله انهم بيموتوا كم المليار بي لك في لهانه بعد ما يرجع الله بعد 40 يوم ساعه ولا يقولوا لك امتدت على ظهرك، يقولوا لك امتدت على ظهرك يقول لك بتشل مشافرك وتقمط فين وتروح عنكم مالك في عضلك يا لبت يا لباي يا لباي ما شاء الله يا مرتاح ما شاء الله، حرام لك تضحك لو ما يقرب لك برك الاهانه، الذي بسرك يقول انه بيشاور اذنك بينكم موضوع يا يوم المرتاح يوم المرتاح نطع ضحكه لو ما اقترب وجهه ساعه شرابه يقول لك فهانه وركبتين ايه انا بصرف انا بعيني اول جاهل اول جاهل انا لابس الطائرات تخرج معدتي مثل الجلف الجمال الله يرضى عليك. قال لك انا ايام المدرسه ايام المدرسه كان الطلاب كلهم يجوا لهم باص من حق المدرسه، انا الوحيد انا واخواتي كانوا يجوا لنا فوق كلا احنا حجر ويصلوا يسكبونا في المدرسه والاساتذه كل استاذ يشيل واحد من اخواتي يشيل منه مناوله، يشيل طالب مناوله، يشيل طالب مناوله الله يسعدك وينور قلبك دروش. ايوه لخص انت لي كم لي من الدخان، قلت لي من عند بطلت الدخان 12 سنه، بطلت الدخان قبل 12 سنه بطلني هو، كنت اشرب مثلا نوعين دخان، ايوه كنت اشرب نوعين دخان، كنت اخلط والعشاء سهر الله انت لي بعض الناس غي بعض الناس غي كان بي وامي يتصايحوا تمام يتصايحوا في البيت وبعدين يتراجموا بني بالجهه تاع الحجر قال ايش دلك كان فلان اذا ما يزل لك شارع تي حجر كان يتراجموا بالجهه كلام تبتر كم قد فتشت انا بي فعني امي لا راسها بي عيال حجر الاستاذ الوحيد الذي ما كان ينزعش في يده عصا، كان ينزع له شاكو في البيت حجر مطلق مطلق المقص ما يدرسون موقصي موقصي الايوان كان انسى كان انسى يفعل فوق الزنقه انسى يفعل فوق الزنقه ويرجع العصي بلا قفا ويدرسني يا اخي ما الاسم هذا والله ما فعله حرام من الاسم هذا من ام بيصير هنا ان لا تخرج راسك سيارات مرتاح عيش هاي عيش هاي عيش بت... هاي اهلا يا والله ما قطع الشيط يا هلا بالعافيه انا مستمتع معك كل 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 يا هنا يا هنا يا هنا كل يعلم الله كيف ظروفك يا حبيبي كل انت اري اطرح السندوتش وسط الشاي ساعة القوة واشرب الكل كذي فريق انت اري يا احمد حجار انا الوحيد انت اري حلو خبك بيت من كبر لك فيها كل عرض ساعة سيدي زار الحين تدخل السندويش ويخرج ما تعرفش على لفك ماذا الحين قبل الفلاجر الحين قبل الفلاجر تروح السندويش غير هنا الان ساعة الفلاجر وفعل نسخ اكل
عم الناس خلاص. يا حيوان قول 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 يا هنا في قلبك قول يا حبيب قلبي قول يا حبيبي يا احمد. اتعشى اتعشى وترجع اتعشى وترجع ما رايك؟ خلينا والله انا مستمتع معك بعدها يا رجال. بسم الله يلا بسم الله بسم الله بسم الله يلا هي الله يريحك ويطير رزقك والله العظيم. شباب رجاء والله يلعن امك رجاء. احمد حجر غني على التعريف عشتكم تضيفوا حسابها الجديد متواجد ان شاء الله بيتواجد بتواجد كجمال روح متواجد في هذا البرنامج يعني الله. احمد حجر غني عن التعريف يبحث عن اصحاب الروح الجميله يرسم ابتسامات في وجهكم بمحتوى طيب ويطلع خلاص خلاص من اللغاجب خلاص يشتير الضحك يا لو قضيت حكي قضيت حكي في الجبهه قضيت حكي انت صرعتني وانا صرعت ما عبد الله احمد حجر مجلو ما عاد بالله تقول احمد حجر مجلو وبيزوم وبيتلل وبيخرج من لف الرغوة على الغسالة. الله يفتح عليك يا مرتاح وينور قلبك الله يخفف عليك. احمد حجر اول ما اخذ رمض نصبته وفلته وسرته. اول ما ولد المرتاح فعلوا في نخرة الربلة ساعة الباقي كله لعبت حص. اول ما ولد المرتاح كان يفعلوا في نخفة تل من القمر كان يدخل عين عادي يدخل عين نخفة الربلة. ما والله يا احمد حجار الذي يبصرك من بعيد يفكر انك مركه. يا احمد حجار حصلت حوايد من اكيله. انت تعرف هذا ناس غير يا مرتاح هذا ناس غير كانت تشيل امي بي وتكسر بيها الحطب. حرام ما كنت اضوي لها بدرازي منك بدرازي منك كانت تشيلني وتكسر بيها الحطب. ها الله يفتح عليها الحجر حني موت ما يقبرش يرجع مسحك. اي اي ما يفعلوا. انت يا مرتاح لما تموت ما يقبرش اي يبسوك ويدكوك كحول يتكحلوا بهالقبائل كحول المرتاح. انت لما تموت حراسك هذي اول ما بهالجهال اسبقوا براسك للمقبره وبعدها يشلوك انت سنتين جنازه لراسك ولا الجثه. والذي يشل راسك واحد نذل الذي يشل راسك واحد نذل اي تجي يلعب براسك ساعة الكره كذا طن 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 ما يوصلك الا بالك مسوم. عاد اشتغل مع البحر اشتغل لك مع اداره البحر راسك كبير يكون يكسروا القوارير الخمر في راسك ضن ضن معك بعد كل قارو ريح يجري ريح نعم يا اخي. احمد حجر عليك الله يسعدك ما عاد يحتاج حجر فوق المقبره. لا لا خرجوا لها يا جماعه خرجوا لها دي. والله كم باقي كان باقي للمرتاح غير اسبوع هيك اسمه ابن امه وانه خرج تمزح. لا تمسح شمعي لا تمسح شمعي. وعاد صغير مرتاح وحده من هول المتفرضه فعاد صغير ها جلست يجي اسبوع ما قدرش تسنب ندع لها قحص مزمم بعدها سارت لعند الدكتور قال الدكتور ما بلدت وراس المرتاح وهو يرجع تسني. الله يسعدك الله يسعدك يا ابن اكلت كل كل ابني اي اذن عطسو كل مالك انا هو بيني وبينك قد انا مرتاح من اهل. وهذا اللي بيقول لك قدام الغيب احمد حجر. Ha 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 ha
حرام يا مرتاح انك من بعيد، احنا ما بيش معك رقبه فعلك ذا ياه. انك ساعه اليس بيت حكى الباجيرو صغير التبل، حكى الباجيرو التبل الصغير هذا على الطلعه على البث لا شيء طلعه. انت عارف كان معك رقبه، انت كان معك رقبه وغير مدري من جلس فوقك وعطاك اخضر لما رزمه. وعم بيقول ليش طلعت احمد حجاج طلعت لك مع البث لا يهرع. يلا شفتوا شفتوا يلا يا شباب شيروا على ما تطلعوا. اي الله يفتح عليك ولا سندوش كل كل يا هنا في قلبك كل دخلت سندوش والله ما اكلت انزل من القم والله. يا قول يا اخي خاب الله كل 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 يا هنا في قلبك كل والله العظيم اللي قال انا غادي عليك قد ما نقول انزل اسبل لك فاصوليا والله باي والله العظيم اما انك هزرت قلبي كل باسم الله باسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا بكم يا شباب يا مرحبا. اليوم انا مع اقوى عملاق في التيك توك شباب هذا شيخ التيك توك المرتاح الله يدخل احمد حجر ب 1300 متابع عند الحين 2100 متابع و200 عيب عليكم والله ما يصبر يعني ما لكم هذا المستوى ما الصدق احنا احترمونا يكون بيننا بعدنا في نزوني يعني لا تنفسوني احمد حجر غني عن التعريف اضغط على اسمع هكذا ويطلع لك متابعات ضيفه من ده النقاع. ايوه هذا الحساب الجديد هذا الحساب الرسمي الجديد الحساب الاول يعني فيتشن خرج تخرج منهم يعني هذا الحساب الجديد الرسمي. كل ما قبل الحساب الاول الشيف على الشيف على البث في واحد ضمن مش انا داري منه. ما لكم ايوه شيء شيء كل كل ما ينفعش تاكل في البث ما ينفعش تاكل في البث ما ينفعش تاكل في البث انا جاي بدي اكل بين ابنك وقد صورتك سد النفس سديت نفسي وسديت حياتي لا ما اقدرش اكل وانت معي والله خلينا نضحك شوي نستمتع يا حبيبي احمد. انا يا رجال كل كل احنا غير اهل سامعنا بينك ولا تكش. الله يجزاك يا مرتضى الله ينور قلبك والله صورتك بتسلت قال لك ما بياكلش حرام انك ما شاء الله عليك ما شاء الله انت ري لا ما اقدرش تاكل الروت هي السندويش خلي من يضرب لك عضلي زعل بري. يجي لك دكتور يجي لك دكتور يفعل برودي كذا وانت خلص يضرب لك. انت قد سمعت النكته حق الهوير قد سمعت النكته حق الهوير واحد هوير ماشي والله كيف هوير يا اخي روح الله يجي واحد هور يعجبها اللحمة يعجب الله شيء عرس يصير يتعرس يتغتى في بيت العرس ولو ما يعرفهمش تنس ياكل لا. لحمي ياكل 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 لما قتوب يسوم ويوم من الايام جو دعوا خبرته تمام قالوا لي يلا بغدا في عرس بيت فلان ديما وايتوا لحمك ذبحوا اربعه تبعان سر دخل الخيمه اكل 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 امان اكل قد الاخر لحمك دي هنا كانت تطلع وتنزل قد يعني زي معرشه تمام بعدها خرج خرج بيبكي باب الخيمة كان يندعبك بيبكي 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 خرج بخبرتك قالوا له مالك بتبكي ها كذات عينك وجيت تتغتى قال لهم يو لا ما كنت شجي حرم لا يقرح قلبي. ناهي قد جيت قال لو ما كنت شجي حرم لا يقرح قلبي. هيا تي لنا نكتة تي نكتة يا مرتاح تي نكتة يا مرتاح والله يا احمد ها صار ذاك الذي واحد مريض واحد مريض بعدها زار المستشفى قال لها دكتور قال لها دكتور افعل الفحص براس عزك الله سر ندع له تبه 5 لتر تمام ما كانت تكسر والدكتور استغرب
ورجع قال له الدكتور هيام يا دكتور ما فيني، قال ولا عاد فيك شيء، قد خرج المرض، قد وذيه تبيان خرج، قال خذوا هذا المرض، هذا اللي كان يتعبك. حرام منونه دعب له كيف الله يا حسبكم الله يا شباب. انت سمعت هذا؟ سمعت هذا كانك يا حماد الذي دعا لصاحب المرقاص. ايوه واحد مرات مرضات بعدها تحتاج 15000 دولار حق العلاج وهو حرق، صار الجامع يشكي ويبكي من هنا لا من هنا جمعوا له 300 دولار دخل جايبه كان يعد يخرج شاوي ويخرج شاوي ضبح قال امان النسر يوقع له بقله الصبح بعد 300 قدي هذا قد ضبح، لا هي الذي تعالج المرء ولا هي الذي تخارج، دخل المرقص حمل طيب ورجع يبكي، جاء صاحب المرقص قال مالك؟ قال يا اخي مرتي مريضه وتشتي 15000 دولار حق العلاج العمليه. صار صاحب المرقص اقضب اقضب معنا عمل ايوه لف لف من الموجودين 20000 دولار، قالت هي 20 15000 حق العمليه و5000 حق مصرفتك، لكن محتاج منك دعوه واحد انك تدعي لي. قال روح يا شيخ الله لا يهديك. صار ذيك الاحوال، واحد احوال صار يستقبله في المطار تمام، حب الشنطه وزعبه، حب الشنطه وزعبه طول الطريق، وابو بيقول انا ابوك انا ابوك، كان يقول ولو ولو. يهنا 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 الله دكتور الله يحفظك. ها الله يحفظك، والله والله ما يزبج الواحد الا وهو محتاج ولا ما يزبج. انت انت لو ما تموت ينقروا راسك على الطفايه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تمام. احمد حجر احمد حجر لا احمد فدجا. ايوه مالك بتطلبها معه حد يسعى المقلب. قال لك انا مرتاح اول ما اخرج من الضمه مسافر مشرخات رجعوا زهر يطوم بلط يفعل السمنط ابيض يروب وفعلوا في سرة الصفايا على مدى سلبة عرق. لو ما يموت هالمرتاح اي يفعلوا في السيخ اي يدخلوا للسيخ ويخرجوا من رأسه ويفعلوا بالصالة ويقسموا للمساكن ساعة شوارب. اماني يا مرتاح معك وش سعدت لك البلس ما شاء الله تبارك الله. ما كانت ام التعجيل الا وهي لابسك جوانديات وش ما لنشوك. احمد حجر احمد حجر ايوه ما هو في قومي اقوم اصوم ما هو انت بيلقك شيء في في برح امسح بك جحره في في عبده في في عبده. مالك انك ساعه شي عبد الله بن نزاك مالك ساعه شي عبد الله بن نزاك. الله يجعلك حرام اللي معك وش ساعة طليحة نبدي من قفل قلت. أول ما خرج المرتاح من بطن أمه خرج وهو بيضحك وهم افتجعوا قصدهم إنه ملبوك شلوا هالقسم. خرج خرج وكان ينزف بالماء يصحى قالوا النيني ما يخرج الا بفكي وعبا بفكي ينزف بالماء يا ابني قول حبيب قلبي احمد ما يصدش السائل كيما لا عادي يبين.
والله صاحبك يا عم، حرام انك تضحك لو ما تبان وجهيتك. احمد انت ثاني ما كنت ترقد، قال لك المرتاح لو ما يرقد، المرتاح لو ما يرقد حلف بك بي يغلق لك فلا عند رجلس على الباب حق المعرض ويفعل لك اثنين اكفاء. احمد حجر بعد حبيب ولد معلم والله فصار الشباب ايش بحوا شباب صح على حجر. الله يسعدك عليك وهرب هل وهرب السراوي ما قصدك ان نريا وا يطرح عليها السروال، يطرح عليها السروال وانا اتي لك كرت ساعه جنبي ساعه الامانه. ما شاء الله ما شاء الله ولف ونرفع البنك. انت لو هذا لك فيه لا اسوي على الارضيه، لا حد يرجع واحد يجيب صد عليك يعني غريب وقته. ما عاد ارجع ترى الاثنين فوق سياره حتى ترى من ولف فن. حمد حجر لا صدمت السيارة تتقلب. لا طلعت من فوق انت ثاني مره هالمرتاح حضرت السيارة. انت ثاني مره طلع من فوقي وايد وايد ماء تمام وحنفت بين التواير زعل حجري وخلي خلف عرازي خلف عرازي وما زال يسكب لا نقوم وانا بيت دق 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 دق. احمد حجر وعاد وجهل، احمد حجر وعاد وجهل كان يلا كنا بحالك اللعبه ثنيا. اول ما ولد المرتاح حراس الكبي كان يشتغل مع جزة كان يذبح فوق السعر الشبه صلي صلي وما الرأسي تزيزة رأس مفلع كل ملاء كل المكحمة. أول ما ولد المرتاح فعله فوق رأس الصندوق ما بيش قرقوش صندوق ساعة سيارة الهيلوكس حقا جزاري. كان يجل أبوه لا باجل يحمل فوق رأس التبعة لا باجل باجل لحوب أحمد حجر وعاد وصغير محروم من اللعب ليه؟ كان حين ما خرج الشارع بزورة جمال الأرض قال لك كف الأضع عن الطريق. أنت ري لو زدت أنا غير في بطن أمي سبو إن أنا خرجت حجر ابو دم حجر بطارد من اقول لك بطارد هذا كنا نبي في عنف البكاله لكن يعني خرجت قبل موعد باسبوع. او المرتاح الوحيد الذي خرج من بطن امك كان يخرج ويدخل زعل فارق لك خرج التخلي خرج التخلي رجعوا ضربوا في المكان ما كفر جبنوا بنصر ولا قضوا. حياكم الله يا شباب سامحونا سامحونا يا شباب كبسوا وشيروا سامحونا يا شباب فوق عيني فوق راسي الذي بيدخل البث مع الاستاذ المرتاح هذا الذي وجس على المخبز ما شاء الله تبارك الله اول وش بسيرة ثلاث البن. اقسم بالله يا احمد حجر ودي رفع سبع سماوات انطباق اني احبك من قبل وانا والله اني احبك حاكي واليوم بجد عندما حاكي في هذا اللايف الممتع والله العظيم اني عرفت من هو احمد حجر. ربنا يحفظك ويوفقك يا حبيبي انا لي الفخر والشرف اننا التقي بك هذا اليوم لا يمكن ان انسى لو ما اموت ما حييت يعني ما شاء الله حصلت انت رائع وضحكتني وضحكتني ما شاء الله ما شاء الله في ذمتي انك اخرجت اخر الوساده الاول الذي كان عاد باقي داخلي والله انك عاد ظل المرتاح وعاد تضحك وعن عمل مليون الف بث ما قصدك ما قصدك اهم شيء تكون قريب من جمهورك احمد حجر بامانه. سلام سلام والله ما ندري من هو سلام 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 الذي تالي الفيل هذا بكل ما شاء الله هذا الجنرال تبارك الله رجع داخل البرنامج الجنرال
اسلم يا جنرال، اسلم 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 اسلم، الله يجعل لك جنرال دنيا واخره. هذا ما لو ساد في حضنك بتعجيها. عندهم داعي احمد احمد هذا منو؟ كمل يا شباب. ايوه كمل 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 الزبجي يا مرتاح، واسكب ماء لا تسرع ناش. انت يا مرتاح كل ثنتين مساعد، ثنتين مساعد وتروح في ذنك ساعه على خلاص كذا. احمد حجان اصحابي يوم العيد بس يصيروا يتنصحوا. انت علي يطرحوني، يطرحوني انا واخواتي فوق فوق، يطرحوني انا واخواتي فوق فوق. فحك على السلقه تبصرني غير انا واخواتي بعد. يا الله يو يا الله. كان بي يشلني انا واخي، يشلني انا واخي ويربطنا بخايت وخاتم ويلعب بنا قنقيعه. كنت يا زوجي لعبك واحد من بيت حجر ما يقدرك تروح معقم للبا. انت يا مرتاح انت الوحيد ما وليت هذا مبدرقي. انت الوحيد يا مرتاح الذي لما وليت حنك شوعه كان يدخل لنا النسواني يفرح لنا عند امك ويبسر امك، بعدين جعلني بسر انه امك ويقول ان دفع الله ما كان اخص على حادث. وانت غير مقعي فعلي غير مقعي 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 رضاعة واحدة كان يروحوا فوق اربع رضاعات زي ما احنا غيروا زيت كذا. اربع رضاعات وبالشخ الاولات الذي قدوا حارق ساعة زيت. عطاري احمد انا من كبر الكفايه كنت احسن منهم لو ما طلع البطحه. انا كنت عجل، كنت عجل ما خرجت دم، كنت عجل ما خرجت دم. ما كنت اخر، ما كنت اخر لقفي الا لما يخفى عني ابي بكريك طنك ازوم الذي على تملط من البيت على. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك وينور قلبك. المرتاح كان يعجل، كان يعجل المرتاح لما امت الاعوز ساعة اليماني كان يشفاط يشفاط. انا بداكم يا جميعا فوق علي فوق راسي يا مرحبا بكم جميعا. ايوه يا شباب يا شباب كل الحب كل الود والاحترام لكم، يعني الامر كله ما فيه اضغط على حساب احمد حجر وضيفه. ربنا يحفظك يا قلبي. سلام سلام يا حبيب قلبي، الله يحفظك، الله ينور قلبك. اعرف غضوه كل كل هنا في قلبك، كل يعلم الله من بيلكمك من هناك. يا اخي خلال وسادة من حضنك التاري يا احمد. اه حبيبي انا اكمل الباث ويربطوني من حلقي ساعد ساعد طرف الطاحو. انت يا وحيد، انت يا انت يا مرتاح، انت الوحيد الذي يكمل والناس يبثوا في التيك توك تمام ولا عبو واحد وتكنس التيك توك بكل الساعة المدرسة. الله يفزع على قلبك، الله يلعن امتك، حرام اي امتك ابو عجل بيطحص. طيح لاخوك يجيرك قبل ما نفعل تحت السمن ابصر لك جعل اخي راقد جعل مش لا. اطرح ابني الصغير، اطرح ابني الصغير، انت يا مرتاح باقي غير فوق راسك هلا هنا هلا وانك مبخره
وفي ظهرك مزقم وانا ويبك ما انا التيك توك اخيرا التكتيكي مدري من ضغط على راسك ما بش معك رقبه هكذا ساعه القلم وعلك ما تقدر تطلعه ما بلا يفكهم النازل الله يفتحك يا امير تحصد هو يا امير تحصد لا تضحك لا تضحك يا قطع من حقوه يا ساعه القلم الله تعالى قال الله باقي معك انا في راسك يفعلون لك غير مرايه وانك ساعه لك شطب يدخلوا غير القلم ويكشطوه الله يسلمك الله بعد يا مرتاح حراسك كبير وعادك صغير ما كانش يفعلوا لك كرقوش كان يفعلوا فوق راسك كرتون زعل عتاد كان من النسوان يجيني ضرحين الفرحان تمام ها ويتحلف فوق يكتب بين القراءة الله يجزاك يا مرتاح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما وش الله ما لنا اليد ساعة الجنبية ما وش الله هذا حرم لو انت بني لما كنت صلقي كتان عيسى مكوباني ايوة يا شباب غيروا كبسوا كنسوا ايوة يا جوف يوف ايوة نخسوا 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 يهنا 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 بالعافية احمد حجارك انت اللي حلو فكا بيك سؤال والله تفضل يا حبيبي بذات داخل هذا البرنامج ولا حتنقطع ولا برنامجك كيف حيكون في المستقبل؟ اكيد 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 انا تعبت من السياسه سلام اسلام سلام اسلام من هذا؟ اسلم 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 من هذا نفسي الجنرال هذا الجنرال الجنرال نفسه سلام يا حبيب قلبي سلام والكاسر اسلم يا جنرال سلام سلام يا حبيب القلب يا روح الروح يا بسم الله جريحتك سلم خلوا يكتبوا على الورد سلام يا اكيد 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 انا قد ضبحت انا ضبحت من اليوتيوب وضبحت من السياسه وضبحت من فلذلك ان شاء الله باذن الله اش استمر في البثوث ولي الشرف الكبير ان انا ادخل مع المرتاح ومع بقيه الشباب وبقيه المتابعين انا كلكم فوق عيني فوق راسي الله يبارك فيك قلب الطيب بالعكس والله لنا يا استاذ احمد حجر والله العظيم انه والله من ذي قبل الشرف من ذي الكبير امانك من يوم حصلت على اول شخص يحب المرتاح في مواقع التواصل الاجتماعي اني بحثت عن احمد حجر يكون الله يحفظك معك بجد يا احمد الله يحفظك وينور قلبك وي جميل وكثير اكيد مليون في المية واحمد حجر صاحب مليون في المية الوجه البشوش هذا ان شاء الله ما يحرم محبينه من تواجده ان شاء الله ان شاء الله واسلموا يا شباب واسلموا وشكرا لكل من دخل البث مع الاستاذ المرتاح ومع احمد حجر واولاده سعد تعوه والله لكي يتعرف الجمهور الكثير على حسابك حاول تنزل فيديوهات كثيره في حسابك التيك توك حقي الوحيد الذي اول ما افتحه يقول صلي على محمد زي ما احنا شغل المضر واحد يا مرتاح احمد حجر قبل ما تواجد المرتاح وقبل ما يكون للمرتاح جمهور كنا احنا جميعا من جمهور احمد حجر انا فدا قلبك يا حبيبي غضوة لا تشل نخرج من الوي طبعا يا مرتاح انا من اشد المعجبين بك انا كنت اتابعك وعادك مر ما قبش تاح عادك مر والان قدك ما شاء الله قدك مرتاح الله يبارك معجبك اعجاب عجيب ما شاء الله صاحب الابتسامه الرائعه صاحب الضحكه الجميله كل ما قد انا كنت ضيق كنت ابصر الفيديوهات حقك وارجع يعني زي ما احنا نقول اضحك والله العظيم استمر بس وتستمر ونستمر نعمل بثوث ونضحك ما بقى علينا الدنيا قد هذاك محمد بن يحيى هذاك محمد بن يحيى طلعت له انا دكه بين صدره وبعدها اسحب له اربيطة انا بعد وباعه وحق الماعز باعه وحق البقر فعلوا له عملي هذا الزرق والشكر بس ما تحقوا الله قد وقدر وما نفعلوا شلالوا تلفون بينه وبينه بس ما لك قالوا جعل طرحوا بالصديق
الله يفتحك يا عبدالله. الله يفتح. انت من محافظه عمرين يا مرتاح صح؟ نعم، مواليد صنعاء، يعني من ذو الطفوله وانا في صنعاء. ها يعني من صنعاء ومن عمره. عمره اني على سمنت. انت الوحيد الذي لما يقبروك يرجعوا يفطروا بطنك بكريكس على السمنت. تسلم تسلم من والد. يا من كت ما يا من جت. سلام سلام سلام. ما شاء الله سلام سلام. يا من جيتي اسلم يا حبيب قلبي. اسلم يا روح الروح يا بلسم الجروح يا تكسب. هؤلاء من الشباب الطيبة يا احمد حجر، والله العظيم هؤلاء من الشباب الطيبة داخل البرنامج. اسلم 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 اسلم. الكاسر ولا من هذا؟ الكاسر. اسلم يا حبيبي. اسلم الله يبارك فيك. اسلم الله يحفظك. الله يزوجك. الله يقضي حاجتك. اين انت يا مرتاح؟ يمينك يمينك. الله يقضي حاجتك. الله ينور قلبك. انت من افضل الناس يا مرتاح. انت صاحب الابتسامه الرائعه ولكن لك فك كبير. عادي لما درقت تنغلق الساعه الكبر بوم. الله يفتح لك يا مرتاح ويحفظك وينور قلبك ويزيدك. يعني انت يا حماد من كبر الخويه انا حرجي الجود ادخل داخل لك في ساعه السلحفه. انت علي لما درقوت حل فك كبير. لما درقوت ها ابوك بيفعل في لك فك خرقه يزتك ساعات النور. لا عاد يدخل لنا التمام يا خرين ولا يبي. الله يفتح عليك. والله ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. والله ان انا استمتعت مع الاستاذ المرتاح، مع هذا الرائع، مع هذا المبدع، مع هذا النجم. والله انك نجم بما تعني الكلمه. والحديث معك وال 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 والروح المرحه الذي تمتلك انت احمد حجر انها لا تقل ولا تمل بامانه. وبعدين انا لي الفخر والشرف مالك. شوف يا احمد حجر، التقيت بالكثير عندما روحت صنعاء. في بعض الناس عنده روح مرحه انه يستمتع ويزبج ويضحك، بس في بعض الاحيان يحاول انه يتمادى، يسيء الى الشخص، يحاول يقلل من قيمه الفن. ولكن احمد حجر من يوم عرفتك وانت لا تبحث عن تقليل الشخص الذي تمزح معه. حبيبي اكيد اكيد. قلنا لك انا يشرفني، قلنا لك انا يشرفني ان انا اطلع بث مع المرتاح. انت اسطوري يا حبيبي مالك. الله يبارك فيك. ما قصدك والله العظيم. ما نقللش من يزعل اي شخص. انت رائع يا مرتاح. الله يبارك. انت يعني امك بتدعي لك. من يوم شاهدت فيديوهاتك وعرفت احمد حجر، والله العظيم اني ما عرفت الا صاحب ابتسامه جميله ما لقيت له ولا اساءه. الله يحفظك. في مواقع التواصل الاجتماعي وسمعت عنه عندما روحت صنعاء من اصدقاء مقربين منه. بجد احمد حجر هذا حجر وقيس. بس انا كنت في دبي. حجر وقيس. حجر. انا كنت اتمنى والله انا كنت اتمنى اجي عرسك، ولكن يعني قدك داري كان معنا دورة تدريبية في دبي، فيعني ان شاء الله باذن الله شرجع اجي في الاولى. الله يبارك فيك يا صديقي. قال الايام سنه قدامنا كثير باذن الله. ويقدر يمثل ويتقمص شخصياتكم ويديها، انا متاكد مليون في المية. مثل مثل. احنا بحاجة معنا دحين عن فعل فيلم بندور مجنون. ان شاء الله باذن الله. صوت بصوت حقيقه باذن الله انك ترجع تشارك معنا في حلقاتي تمثيلياتي باذن الله ارحم الراحمين. والله اتشرف باذن الله في قدم الايام. احمد حجر هذا له اشتي يسافر من اليمن يرجعه مثل الاثار، يقول لك هذا الحجر رجعه، هذا قديم اصلي. المرتاح لما يسافر حرازك كبير ولفه كبير يشلوا على رازك جمارك وعلى الشنطه. يفتشوا لقفه. المرتاح الوحيد المرتاح لما يخضع في النقطه. المرتاح الوحيد لما يخضع في النقطه يقول لها العسكريه اللي في النقطه افتح لقفك ساعه الشنطه ها وقال لي تركي بسر وهذيك ما مش محاضره يا جماعه. ويرجع يغلك يا ساعه الشنطه حق السير بوم. والمرتاح يصيح تلا.
الله يسعدك الله يبارك فيك الله يبارك. لو زدت في الغر انت اري كن بكر الصبح تمام وافتح لفاك وفعل انا غير حديدين ساعة القوار حق سيارات وش لسانتك وعايره التفال زعل الزيت. اسلام 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 يا ايش يا جن يبان هذا اسلام اسلام انا ما اعطيني صديش الجن ايش بسم هذا الكاسر الكاسر اسلام يا كاسر انا لا اله الا الله محمد رسول الله انا نظري ضعيف سلام يا حبيب قلبي سلام سلام الله يطي رزقك يا كاسر ويوفقك وتبسرها وغير اخروا شوي من المرتاح حرام لو قدك حص واحد من المتابعين لا يسمم حرام عاد يقول اسنان الله هنيه ما قد فسرت اسنان لاوي لاوي زعل فنيله هنيه ضرس العقل انا ضرس العقل هنيه اللي بيجي يقطع ثلاث سنين كل ما يلبسني يقطع عاد ثاني نزلنا العقل مربوط بنخو عش هوقي ثاني لما ترقد لما تكون ترقد كن افصل ترص العقل ساعة الصبح حق البطارية على ما يسرقوش وشك ساعة السيارة اللي مرة على المرتاح مرة على المرتاح قام الصبح وما أدري من بيشغل وشه قالوا أي لكن ما بعرف الله يفتح عليك المرتاح كان لاعب كرة قدم على فكرة المرتاح كان لاعب كرة قدم كانت تكمل المباراة ويأكل الكرة يسكحها على من الحبس باء ساعة البطاطا ويأكلها وانا اقول فان كتب سلطان انتو قايم حق الملعب وقايم عزيز شباب يا شباب عزيز شباب هذا الرقم هذا الرقم والله ما عجبني والله ما عجبني والله ما عجبني 3200 متابع ما شكرا عجبني. يا شباب شكرا يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب شكرا لكم جميعا شكرا وشكرا للمرتاح الرايح هذا المبدع هذا شكرا والله كل شيء يخرج راسه قال لي مرهبي قال لي ابني نخرتك كبيره لما تكون ترقد كنت ضل حالها جفتك على عمرك بتتحصل الحجرة للصالة انت تاري سارة حلة مزبيت سارة حلة اجراب تقاوى انا حلوك فك كبير يا مرتاح ما ينفعش تشرب شاي في قلص يفعلوا لك الشاي في دست ساعة البرعي يا لا ما قدك بتنسى طفي وبعدها رجع نغلق لفك مع الغزة نغلق لفك ساعة الغزة أغلب يدخلون حشرات بيدخلون لزم يدخلون قذا قذا يعني انت عارف الله يرضى عليك بالله يا احمد انك بحط لي انا بطني بيوجعني الصدق ايوه هذا الحساب الرسمي على دخلوا البث لا ما لقيتونيش ادلقوا بني في بهله التيك توك ساعه البكاله بيطلب الله بس لما تدخلوا الصفحه حق احمد حجر لو سمحتوا خلصوا لحظي باب الصفحه لان عاد احنا كنسنا عاد انا فرشت موكيت وهذا اللي مثلا هو مضر لا عاد تسعوا لي الموكيت يتملى خلف الله يرضى عليكم وينور قلوبكم الله يفتح لك يا مفتاح ما شاء الله عليك ما شاء الله مالك بتحك حق مكمل امال شكرا يا شباب والله ما قرينا من عليك السلوك ما شبع
قد جاني شايف بنفسك سلام أمانة. قال لك حكى 90 دقيقة صح صح المباراة 90 دقيقة أيوة اليوم نضحك نضحك لما نرعف لما يخرج الدم لما نرعف مرت انا ضحك قبالة بي ابي الله يرحمك الندري شويه فين انت ضحكه قويه قال ابني دلا دلا عاد احرق السلف مالك يا اخي نضحك انا يومين هكذا انا لك الحمد لله شكرا ضابح ولا بشرة ضابح ضروري يضحك نضحك يا اخي زارد حنا ما بش معي خبر ما بش معي اصحاب اصير عندهم ولا ادمر واضحك ادمر واصيح ادمر اقول سارك واضحك حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي يا مرتاح حيا شباب احنا شكرا للجميع على لكم ثلاث سنين حيا شباب حيا شباب تخرجنا لو ما طلعنا واخر شيء حيا شباب بهذا العدد من المتابعين والله اني فضيحه في حق الانسان ما يقول لنا احنا ايوه يا شباب كنت معاكم زبج ب 4 مليون احمد حجر والله يا مرحبا شوف يا صديقي الناس الكثير يعرف احمد حجر غني عن التعريف احمد حجر انت تكون قريب من جمهورك بجد قريب من جمهورك أكيد. فلذلك نحب أكيد. انا وجمهورك المتواجد عند المرتاح وعندك نشتي نعرف احمد حجر من وين بالضبط انا الاصل من سوريا وغرض العطلة صنعاء افصل زنين انا الاصل يا شباب الاصل من محافظة صنعاء من محافظة صنعاء من قبة المهدي محافظة صنعاء من قبة المهدي يعني جماعة متزوج ومعي 4 اولاد وبنت الله يحفظهم ويصلحهم قدم المر والضمار سلام سلام من هذا هذا الصديق سلام سلام يا حبيبي من أن تكون سلام 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 يا إيش يا حبيب قلبي من هذا يا مرتاح سلام سلام حرام قد نتاع 7-0 ما عبش في المحل الحكم ولا حاجة طبعا خريج بكالوريوس جامعة صنعاء جامعة صنعاء كلية الإعلام قسم العلاقات العامة وبعدين درست تمهيدي في جامعة صنعاء وبعدين درست ماجستير إخراج تلفزيوني ومسرحي في مصر القاهرة في جامعة القاهرة الحمد لله شكرا رب العالمين وبعدها دبي بعدها أنا الحمد لله شكرا لا قد الواحد بغير لا قد الباري العافية العافية أهم حاجة يا مرضى العافية لا قد عافية قد يغنعك الحمد لله والله أيوة نعيش بسلام وأمان وبعدها نشوف لو نعمل مقارنة حقيقة صدق مقارنة مثلاً بالأمن هنا والأمان وبين المحافظات الثانية عاد إحنا في نعم وفي خير صدقني مش خوفاً من أي فئة ولكن هذا هو الحاصل يعني صدقني أنت لاحظت هذا الموضوع أكيد لو ما جيت لا صنعاء وتعرس صح ولا لا أكيد والله العظيم بين حاكي الحمد لله يا هذاك الحشد والجمع الذي جاء في عرسي ما كنت أتوقع أنه يمر بسلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولكن لله الحمد جو أمس لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله قالوا جت أمة لا إله إلا الله جوا ناس يتعرسوا من الفضاء واحد من زحل جاء من زحل يتعرس عند المرتاح من يحط له المرتاح وضع المرتاح جاء من زحل فوق راس التقل من يقول مرتاح أنا من زحل والمرتاح يقول الزحل فوق عيني ورازي فهذا دليل قاطع أنك إنسان حبوب أنك إنسان رائع ومن حبه الله أحبه الناس انت بيحبك الله فلذلك الناس يحبوك هي نعمه كبيره ما يمتلكها اي شخص اسال من الله ان يكونوا شاهدين لنا لا علينا لا تفكر يا صديقي احمد حجر انت متواجد في السوشيال ميديا يمكن من قبلي لا تفكر ان كثره الناس المتابعين والاعداد الموجوده داخل السوشيال ميديا في بعض الاوقات لا تكون محبه ولكن ابتلاء والله العظيم انا اشاهد بعض الناس وبالاخص مواقع التواصل الاجتماعي في ناس يصنعوا محتوى
لا يليق بنا لا دينيا ولا خلقيا ولا عرفيا ولا قبليا، وتحصل عند الرقم كبير أكيد. كبير جدا. وهذا الرقم الكبير أكيد. جدا أكيد. هذا أكيد. ما هو محب من الله، ولكن ابتلاه الله بالعدد هذا. ولكن لا نعم ايوه نعم نعم في ناس والله انا ابصرهم محتواهم سامج ولكن مشتركين كبير، ولكن هذا هو على ما قلت ابتلاء حقيقه، انه ابتلاء. نحمد الله ونشكره على كل حال. ليست محب من الله كثر المتابعين، في بعض الاوقات يكون ابتلاء، ولكن دائما نسال من الله ان تكونوا شاهدين لنا لا علينا باذن الله. ربنا كريم يا حبيبي. اقيم الصلاه اقيم الصلاه. الله اكبر. والله يا مرتاح مع عبد الله تفرش الصماد ها وتشلني في حضنك بتطلقوا. والله يا جماعه شيروا شيروا وصلوا البث هذا لعند اكبر راس المرتاح احمد حجر. المرتاح بس اسال احمد حجر، دخولك للسوشيال ميديا في بدايتك هل كانت مرتبه انك تدخل سوشيال ميديا ويكون عندك حسابات ويكون عندك جمهور، ولا دخلتها عشوائي؟ والله اني مصادفه، والله اني صدفه، كنت اجلس مع الشباب مقيل مع الشباب كذا واجلس ازبج وانكت وهذا ويتولي زباجين وازبج عليهم ويزبجوا علي، وكنت يعني عندي روح الفكاهه وخيالي واسع. فاقترح علي واحد من الزملاء قال افتح لي قناه في اليوتيوب، قال افتح لك قناه في اليوتيوب وناقش قضايا اجتماعيه باسلوب كوميدي ساخر والناس اللي عجبتهم وكذا كذا، انت ما شاء الله عندك خير. وفتحت لي قناه في اليوتيوب وبعدين حساب في الفيسبوك وهكذا، ولا ما كانش الموضوع في راسي ابدا اطلاقا، كنت يعني زي ما نقول ازبج خفي عرفي ما حد تاري ابدا. كنت اسير خزن، شوف كنت اسير مقيل، كان يعملوا بيت حجر كلهم كل عيد بيت حجر يجتمعوا ويجلسوا مقيل مع بعض وهم ساكتين رزيني، تبصر بيت حجر كلهم رزيني مره غلط فيه وجلني معه غلط، قال ابني كنت جي معانا، جيت قلبت لهم الدنيا لي وعلي الديوان هذا زبج ورفله، كان بيغمز لي كان هذا كان امان الندع لي هزله ساعه دجاجه، خرج ندع لي الضرب باب الديوان، قال الله انا طلع علي الذي تيتك بعيا تسمع بي. لانهم كلهم بيت حجر هادي ما يعجبكم تضحكوا ولا يعجبكم ما يضحك الا لما تغدغه تغدغه ويكركر. فلذلك يعني لك الحمد لله الشكر يا اخي، واحد يضحك ويفتن ويرتاح ما به وانت كل ضحك والله كما قلت لك ما عاد وصلت الى حد التجريح في الدين او في الخلق او في العرف او في لا 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 في هذا الشيء. فلذلك انا الله. احب احمد حجر واتكلم عنك الكلام الطيب، والله كنت موجود حبيب قلبي. والله شوف يا حبيبي وانا محبوس قلت هي ذنوب هي تراكمات على احمد حجر، انا قزبشت على ناس خيرات بس والله العظيم ان انا كل واحد كنت ازبج عليه ولو ما اروح اعتذر منه واقول له سامحني، بعضهم كان يوافق وبعضهم ما كانش يقول يا رجل حلاقه. فاخر مره زبشت على واحد يمكن تعرفوه كلكم، واحد زباج قوي في اب زباج يعني، زبشت عليه في صنعاء وبعد زبشت على شنب في ارضه، في ارضه زبشت على الزبج يعني في صور والزبج وطلعوه في عده قنوات، طلع ترند يعني. هذا كان الذي كنت ازبج انا واحد جنبي كان يدي القواعد يتقعوز ويضحك، شفت الفيديو هذا يمكن صح؟ اكيد ما علي ذكرت ايوه ذكرت في الحبس في السجن ذكرته، قلت والله صورة تتعى علي لان انا زبشت عليه واخر اليوم من باب الديوان، قال امرك الى الله، الله ينتقمك الله يصيبك تمام. واحتبست بعد ما خرجت من السجن، اقسم بالله اول ما خرجت اتصلت به، اتصلت به قلت كيف انت كيف الاحوال، اقسم بالله انه سمع صوتي وبكي بكي قسما بالله انه بكي، قلت له ليش مدري ما قلت له انا غادي انا زبشت عليك سامحني، قال والله ما هو من الزبج يزبج علي اضربني، والله اني بكيت عليك انا وزوجتي وخواتي وامي وخلى امي تجابرني في التليفون وبتبكي يعني في تلك هاي. انا زبجي لطيف يعني صح ان هذاك زبشت عليه امان زبشت عليه لما نضل شنبه ساعه السطار. ما شنب بعدين احدثك الذي حصل، وانا بين ازبج وانا بين اكلم في التليفون وهو بيبكي، رجعت زبشت عليه، والله انا زبشت عليه، رجع قال لي في التليفون لعنة الله عليه الذي خرجك، لعنة الله عليه، والله انت هذا كان لغجه
تحتبس ولا ما تحتبس؟ حرام انك لغجان. الحمد لله الحين انا ما اسبش على واحد الا لو ما يعني محظوظ، ما اسبش على واحد على طول، في ناس ما يتقبلوش، في ناس ما صدقت والله يتقبلوش، صدقت فانا والله. افعل اول ما بقى الزبجه حكى الحساسيه، اذا ورم ما عاد اسبش عليه اي موت. لحظة لحظة سعد بن حكى الحساسيه، وعادك سعد بن وعادك حكى بقى تلقاهم الحساسيه يا صديقي احمد، عادك بقى تلقاهم هنا في هذا البرنامج وفي غير وفي لانك اكيد. بيكون مستواك عفوي ومباشر على طول، فتلقى بعض الناس تبدا مع واحد الثنتين يقتلب وجهه وبعد فقد وقد، وبعض بس الناس انا اعتبرك شوف بعض بس والله الناس انا بيبدا يسوي اعتبرك عظيم، صدق هيسيء لك من خلف الشاشه، هيسيء لك من خلف الشاشه وكل ما واحد يتسلى اعرف فيه وينزل من عنده. ما اعتقد، بس صدقني يا والله ما هي مجامله لك، ان انا اعتبرك الكينج، اعتبرك انسان كوميدي وعندك خيال. والله انا شفت فيديوهات لك كثير، يعني ما بتتصنع، في ناس بيزبيج بس شو زباج بيتصنع، انت ما شاء الله خيالك واسع ما شاء الله، فعلا ما شاء الله، اللهم صلي على محمد، ما الله عاد لك يسعد تب في روحك، جبهتك الله ما يسعد شاء الله روحك، تبارك الله. والله شوف يا ايوه استاذ، فهي انا من النوعيه الذي ما انا زباج مجالس ولا يعني اديني اخت الثنتين ثلاث، ولا دخلت السوشيال ميديا هكذا برب صدفه، بث 10 دقائق اشتعل واشتهر، مع بعدها يدوروا لك المرتاح. رزق، والله انه رزق ما قلت شاء يا الله. عمري ما انا وبك انا زباج، يعني والله 10 زباجات اجلس اجمعهم شهر ادي لكم في بث. معك غير 10 زبجات خلاص يكفي، اربط ما عاد شيش هذا داري كيف الوضع. كل معي 10 زبجات ومطبخ وحمام ب 200,000، ما يجي احتاج يا اخي، انت داير الشغل ما يعجبني ان شاء الله غادي. قلت لك تخطى يا مرتاح، والعجل الزبجه يخطن قفاك ساعه شقرا زبجن زبجن زبجن. شباب اذا كان عندكم خلص صلاة عجل الزبجه انت واحد قاعد مالك بتقول عندهم صلاة، بتقول عندهم صلاة، انت عندك وقت صلاة يا تفهم. صديقي احمد؟ نصلي نصلي نصلي، ايوه نصلي نصلي باذن الله، ايوه نصلي خمس وان ساعة شاء الله عندكم. باذن الله الساعه 4:06 يعني قدوم اي صلوا، قدوم اي اذن ذا الحين، لا ما اذنش هزير اذنني لان معانا بعض الاوقات القيم. بعض الاوقات القيم الذي عندنا في العاره ما ينفز، ما يقوم من النوم الا الساعه 8 ويصير ياذن فجر الساعه 8 هكذا، شعابين تحت خازن لا فجر، ما قد بسرش قيم جامع يخزن لا فجر الا ذي. بعض المصلين، بعض المصلين يتوا له يقولوا له هذا 5,000 سر افتن وارتاح، مدري ما هو اخ لنا الصلاه لا تسع، الله يرحم والدك خلينا نقول. صدقك والله يغربنا معك، معانا من افضل الناس في حارتنا ما شاء الله، ياذن 3 4 مرات تبل سعد الحليب. وكمان نفس الطريقه يعدنا الفجر مرتين. ما الله يبارك عليك، الله ينور قلبك، الله يحفظك صدق والله. والله انا ما كنت خالد على العموم يا الله تخيلت انت وهو العنصر صاحي قاري. ومروق ونفس الطيبه يقرع اذانا بعد. عادوا عبا، عادوا عبا اذانات سعم وحدات اذانت فوري واسحبوا عليها الاذانات الساعه 3 اسحبوا الباقي نعت كل قول انفج. الله يحفظك يا مرتاح، الله ينور قلبك يا مرتاح صدق. يا مرتاح انت في القاهره مرتاح؟ ايوه يا صديقي في القاهره، فين في القاهرة؟
في شارع على اليمين. أنا جلست في شارع سوداني. لا جنب. أنا جلست في شارع سوداني. أنا جلست سنتين في شارع سوداني. كان بالصيدلية نازل العمارة اللي كنت فيها اسمها صيدلية حجر قد بسرتها. واحد من الصعيد مشوا حجر من عندنا. من الأحجار الكريمة. ثاني هذا مكلف. هذا من أحجار الغرامة. أنت من حجارة سائل. وبعدها مرة كنت أجلس أسبج على نخرتين ذي صاحب الصيدلية تمام. ويوم مرض مرض وقع فيني حمى وزكمه وتالي حبة من هذا الملين حق عزك الله الأسهل وأنا فيني زكمه فعل فيني منكح كنت أسبج على نخرتين وقعت لي ليلة ليلة حرام أن أنا اتلبت ساعة القصب الترطوط ما أكلت نضل ما... خلي على الله بس اليوم. قلت كان أي خرجوني من القاهرة قال السفير صرعت أنا. قد يعدن عندكم صح وفعدا تخيل أنا قد يعدن فجر عندنا تخيل وانت مسكول وبطنك بتديك أين ما عطش أيوة ما أكونش أصداء حرام. رجعت في السدادة وقرعت. بعدها ما كنت شعط صناعة كنت وكلت واحد من خبره كنت أقول اعطس لي الله يرحم والدك لأننا لو اعطس لا تفتتح الخانة الله يحفظك. أجمل يوم الله يحفظك يا مرتاح في نور قلبك اقسم بربي انك سلا يا احمد. الله يحفظك وانت رائع بما تعمل كلمه. ما رايك نصلي ونعود ما رايك براحتك خلاص اذا كان عندكم وقت صلاه. اشتغل من هذا اللايف. شكرا صديقي احمد. شكرا احمد حجر. شكرا صاحب الابتسامه الجميله. شكرا صاحب الروح المرحه لتواجدك بقسط ممتع وجميل. وانكرر ويتكرر البث هذا ودائما وابدا وكل يوم. ايوه دائما يوميا نبث انا والرايح هذا الاستاذ المرتاح هذا. اقسم بالله العظيم ان اليوم افضل يوم في حياتي ان انا عملت بث مع العملاق مع الاسطوره مع نمبر 1 في التيك توك المرتاح. الله يبارك فيك. اقول لك تشرفت فيك وكل يوم اتشرف بتواجدك. وانا لك شرف كبير يا حبيب قلبي. جزيل السلام. ولكن اقول لك والله انا زعلت من الجمهور زعله الصغير بس انه ما قد ضغط على اسمك وسوى اضافه. يعني الاضافه هذه مستنقصينها ما ادري هو عندهم زهايمر ولا يستغبوا ولا بيتغابوا. اضغط على اسم احمد ما حجر بالله يمكن عندي وضيف حسابه. هذا بيكون حساب احمد حجر الرسمي والوحيد داخل برنامج التكرم الرسمي. هذا حسابي الرسمي ان شاء الله باذن الله. احنا نتواصل مع بعض يا حبيب قلبي ونعمل بثوث ونضحك ونسفج ونرسم الابتسامات في وجوه المتابعين والمشاهدين. شكرا لكم كلكم وشكرا للداعمين. شكرا للمرتاح. شكرا للرجل الرايح هذا. المرتاح شخص لا يتكرر. شخص لا يتكرر صدقوني. انا درس 18 مادة علم نفس. انسان لا يتكرر فعلا قسما بالله العظيم. اغنموا الفرصه معاكم المرتاح هذا قسما بالله. الله يبارك فيك. ادخلوا بثوث ادعموه والله. ربنا يفتح عليك يا حبيبي نتواصل على خير. اهم شيء صلي فجر وادعي لي يا منعه. والله حبيب قلبي في امان الله يروح حفظك الله في امان الكريم. في امان الله. في امان الله يا حبيبي. في امان الله. السلام.